ابتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم وارحب بكم مع ناظرنا هذا اللقاء وهذا العدد الجديد من برنامج هلا سأل. نلقاكم فيه مع أصحابي الفضيلة ومع الفاضل الدكتور الشيخ سعيد بويزري، فأهلا ومرحبا سيدي الكريم. الله يسلمك. ومع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد القادر بن عزوز، فأهلا وسهلا سيدي الكريم. مرحبا، أهلا بك. إذا نتواصل إن شاء الله تعالى طويلة دقائق لقاء هذا العدد على الأرقام الهاتفية 021 39 43 01 20 37 82. الأرقام الظاهرة أدنى الشاشة للتواصل عليها بحول الله، ونتلقاها بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد: أنواع التنشئة والتربية. أيها الأحباب الكرام، لتربية الأولاد والأبناء وتنشئتهم نشأة صالحة، هذه التنشئة الصالحة لكي تبقى بعيدة الأثر وقوية الأثر على مدى طويل، تكون على القيم والأخلاق، فإننا نحتاج كما يقول أهل العلم والاختصاص إلى أربعة أنواع من التربية يحددها أهل العلم في قولهم: أولها التربية الإيمانية، وثانيها التربية الخلقية، وثالثها التربية الجسمية، والتربية العقلية والعلمية. فالتربية الإيمانية هي أن ينشأ الولد منذ تعلقه ومنذ تنشئته على أصول الإيمان ويتربى عليها. أما التربية الخلقية فهي مجموعة المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية. ولنا وقفة مع هذين النوعين، التربية الإيمانية والتربية الخلقية، وعن مدى أثرهما في تنشئة الطفل مع الأستاذ وفضيلة الدكتور عبد القادر بن عزوز. شكرا أستاذ. عفوا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث عن التربية الإيمانية، وثم ذكرت أستاذ محمد التربية الثانية، التربية الجسمانية، ليس كذلك؟ الخلقية. الخلقية، نعم. لعل ربما مات الحديث ثالثها الجسمية والعلمية. نعم. شكرا أستاذ محمد، لعل كلامك وأنت تتحدث ذهب عقلي إلى إلى تعليم النبي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. في الحديث الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، لما كان جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه أداب، فمن هذه الأداب وهو صغير لا يعقلها لا يفهمها، ولكن أراد النبي عليه السلام أن يعلمه إياها، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون كما يقول الحكماء. فقال يا غلام، قال له أولا سم الله، يعني لابد من الأشياء أنها تبتدئ. والتسمية ليس على أساس أنه كان على طعام، نعم هو كان الأمر على طعام، وكل بيمينه وكل مما يليه. ولكن في حديث آخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ابن عباس: يا ابن عباس ألا أعلمك كلمات، يعني يعلمه أشياء. فتوقف العلماء عليهم رحمة الله كثيرا عند حديث تعليم ابن عباس. نعم. كان ابن 9 سنين. نعم تقريبا. نعم. يعني كان قال صغير سن. نعم. وهو لا يعي هذه الأشياء، هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له أكيد في ذلك الفترة من الزمن لا يعيه، ولكن ترسخ فيه. ولكن نعم ترسخ في ذهنه، بمعنى أننا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في أننا في بعض الأحيان نحن بحاجة أن نعلم أبناءنا بعض الأمور، خاصة متعلقات الإيمان، متعلقات الإيمان أو ركائز الإيمان. فلا يمكن أن يشب أو أن يشب الواحد منا وهو ليس له أساسيات الإيمان. لماذا؟ لأن الطعام الحاجة تستدعي إليه، فإذا بكى فإذا جاع بكى واشتكى، فإذا جاع يبكي أو يطالب بذلك. ولكن الحاجة إلى متعلقات الإيمان أو متطلبات الإيمان، مستلزمات الإيمان، هذه هو لا يطلبها، لأنها تحتاج إلى تلقين،
أشياء فطرية فينا. نعم هناك أشياء فطرية وهي الرغبة في التعلم والرغبة في الاستكشاف وغير ذلك، ولكن لا بد لنا أن من يلقننا هذه الركائز. ولهذا وما مبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لذلك، وعلم آدم أسماء كل أوحى له بأشياء، ولعل أساس ما أوحى إليه ليس هو أيضا فقط يعني كما ينقل العلماء الفأس والقصعة، لا، وإنما قبل هذا وذاك علم التوحيد، قبل هذا وذاك علمه الأسماء. ولكن من أعظم الأسماء التي يعلم بها الإنسان هي أسماء الله سبحانه وتعالى وذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. إذن فالحاجة إلى الطعام هذه فطرية البدن، حاجة إلى الطعام يستدعي إلى أن يطلب بذلك أو ربما يسعى إليه، ولكن الحاجة إلى التعليم كجانب معنوي أو الحاجة إلى التعليم كمنظومة إيمانية هذه تحتاج إلى تلقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو لا يعرف ولا يعي في ذلك العمر هذه الكلمات، تعال أعلمك كلمات، هي كلمات ولكن كلمات في محض العقيدة، واعلم أنهما ما أصابك ما كان يخطئك وما أخطأك ما كان، يعني هذه الأشياء هل ابن عباس في ذلك السن يفهمها ويفقهها؟ لا يعرفها، ولكن هذه الأشياء ترسخت في ذهنه، ثم بعد ذلك نقول كبر عليها ابن عباس، أي كبر على هذه منظومة القيم، منظومة التوحيد ومنظومة مستلزمات التوحيد وهي الإيمان بالقضاء الله وقدره. إذن أو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم اذكر الله أو سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه الأداب. إذن فالتسمية تدابيها الأول لأنها من مستلزمات الإيمان، لأنه لا يعتقد أن هذه اليد لولا قدرة الله لما امتدت إلى الطعام، وهذا الطعام لولا قدرة الله لما كان موجودا، وهذا المذاق يعني الذي نتذوقه أو هذا الإشباع الذي يحصل لنا والنفع الذي يكون لنا بعد الطعام لا يكون إلا إذا لو لم يجعل الله فيه من السر من المنافع. إذن فهذا الإيمان. فلهذا أرسل الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الخلق، يعلموهم أولا مرتكز الإيمان، أركان العقيدة هذه التي علمها جاء جبريل، أكيد يعني جبريل علمها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها لأصحاب النبي والنبي تلقاها من جبريل وحيا، هذه المرتكزات إذا لم يتشبع بها الواحد منا وهو صغير متى يتشبع بها؟ إذا لم يعود الواحد منا، انظر مثلا في التسبيح مثلا وهو ذكر وهو من مرتكزات الإيمان. الآن في كثير من الأحيان البعض يسبح ولا يعرف المعنى، ولكن لو علم المعنى لكان لتسبيحه جدوى أكثر، لو مثلا الآن ويقول سبحان الله ولكن قد لا يعرف معنى سبحان الله، قد يقول الحمد لله أو قد يقول استغفر الله ولكن لا يعني هذه الدلالة ما معناها عندما يتلفظ بها، ما موقعها في الحياة وفي حياة هذا المستغفر أو الحامد أو بهذا المعنى ولا يفهم، ولكن نحن ننقل إليهم أن يرددوا هذه الأشياء، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التلقين، عفوا بعد مرحلة التلقين تأتي مرحلة الاستيعاب فيستوعب هذه المعاني وتتمكن من قلبه، فإذا تمكنت من قلبه وفقهها فإنها تكون تترك لها هذا التأثير. هذا التأثير هو الذي يأتي في الدرجة الثانية اللي ذكرته الشيخ محمد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فهذا التأثير، فهذه الأمور الإيمانية إذا تمكنت حولت الإنسان وغيرته إلى الخارج، لأنه الداخل الآن خلاص متشبع بإيمانه بربه سبحانه وتعالى. إذن فتترك آثارها على اليد فلا تسعى إلا في خير، وعلى الرجل فلا تمتد إلا خير، وإلى الرجل فلا تمشي إلا في خير، وإلى العين فلا تنظر إلا ما أحل الله، وإلى الأذن فإنها تسعى أن تسمع إلى ما كذا. إذن هذه كل شيء من ما هو، لما نتحدث عن ذلك نتحدث عن علاقات هذا الإنسان مع مجتمع مع الناس. إذن فهذه الحركة، إذن اليد والرجل والأذن وغير ذلك واللسان، فإنه يتعامل مع غيره، لا يتعامل ليس علاقته قاسية على نفسه، وإنما هو يتكسب الحسنات من خلال صلاته مع الناس، من خلال حجه مع الناس، من معاملته مع الناس، صدقه مع الناس. إذن فلهذا تمكن الإيمان في قلب الإنسان هو الذي، وتمكن معانيه هو الذي يعطي هذه الثمرة، هي الثمرة التي نتحدث عنها وهي الأخلاق وهي المستلزم، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فارق بين
ما يعتقد الإنسان. إنسان يقول مثلا يقول سبحان الله وهو جاحد للألوهية الله سبحانه وتعالى، أو يقول استغفر الله وهو لا يقوم من المعاصي، يعني بمعنى يكون تناقض بين ما يتلفظ به وما هو معتقد به بداخله. إذن فلابد أن نعلم أبناءنا، نقول نتدرج في ذلك شيئا فشيئا، أو نتدرج مرحلة بمرحلة، كما نعلمه الشهادتين، نعلمه أركان الإيمان أو أركان العقيدة، ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك عندما يبلغ سنا معينة فإنه سوف يتدرج في فهم هذه المعاني، وأكيد تترك له في نفسه أثرا كما تركت ذلك أو كما ترك ذلك الأثر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن العباس، وهو لا يزال صغيرا ولا يفقه شيء، ولكن قد مكث أو وجد أرضا خصبة طيبة، إذن فأثمرت بعد ذلك وابن عباس وما أدرك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن صحابة رسول الله أجمعين. أيها الأحباب الكرام، يبقى نوعان اثنان نتكلم عنهما: التربية الجسمية وهي تنشئة الأولاد على قوة الجسم وسلامة البدن، ولنا هنا وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته حيث أرسل إلى البادية لينشأ قوية الجسم، وكانت هذه من عادات العرب أن ترسل أبناءها صغارا إلى البوادي يأخذون قوة الجسم وسلامتهم. والتربية العقلية والعلمية وهي أن يزود وينشأ الطفل على المعارف وعلى العلوم، يلقن هذه المعارف والعلوم وكل ما هو نافع يتلقاه وينظر فيه. التنشئة الجسمية والتنشئة العلمية دكتور سعيد. نعم أخي صالح، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الأساس ما ذكره أخي عبد القادر مشكورا، وهو الجانب الإيماني التربوي. فإذا تشبع الإنسان منذ نشأته بالإيمان وبالتربية الخلقية، لا شك أن أساسه سليم، ولكن لا يتحقق التوازن إلا باستكمال البناء، فيكتمل البناء بالتربية الجسمية كما قلت يا أخي محمد صلاح. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فقد نشأ في البادية، والبادية تعلم الكثير من القيم، تعلم الرجولة وتعلم القوة وتعلم الصبر الجميل والنفس الطويل والمثابرة على العمل والعمل المتواصل والكفاح في هذه الحياة. في الحياة كلها جهد وبذل وعطاء وصبر، كل ذلك يتعلمه الإنسان، فيتعلمه من خلال ما يراه وما يلحظه من سلوكات وتصرفات من قبل الناس. فالإنسان اجتماعي بطبعه ومدني بطبعه. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد في حديث شتى كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وهذه رواية من رواية الحديث، يعني حينما نعلق على هذا الحديث فقط، الرماية من مقاصدها تحقيق التوازن الجسماني، القوة الجسدية، يتعلم الرمي. فإذا تقرر جهاد يكون هذا الإنسان جاهزا ليجاهد، ليكافح، ليدافع عن العرض، ويدافع عن الدين، ويدافع عن الوطن. وكذلك السباحة، والآن أثبتت الدراسات المعاصرة والأبحاث المختلفة بأن السباحة رياضة كاملة ومتكاملة، وركوب الخيل وما في ركوب الخيل أيضا من شهامة، تربية على الشهامة والتربية على الرجولة والتربية على الشجاعة وغيرها من المعاني. وركوب الخيل في الحقيقة له أيضا إيجابيات كثيرة. أكتفي بهذا بالنسبة للتربية الجسدية. أعود للتربية العقلية. فإذا كان الإنسان يملك هذا الأساس المتين من التربية الجسمية، ولكنه يعني لم يحظى بالقسط المطلوب عقلا وعلما، فسيحدث هناك اضطراب وخلل. لذلك نقرأ بعض النصوص في آي القرآن
ربنا حينما قال اقرأ في القراءة فهذه الآية تحفز وتدعو إلى التعلم، إلى طلب العلم، إلى تحصيله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نربط مرة أخرى كما قال أخي عبد القادر، يعني كي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سم الله، وهذا الطفل الصغير وهو يأكل ويتناول الغذاء، ولكن لابد أن يتذكر بأن هذا القوت، بأن هذا الغذاء هو رزق من رزق الله عز وجل، هو من الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والإنسان دابة، وكل الناس كل ما يدب فوق الأرض فهو دابة. ما ربي قال في آية أخرى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذن كما نربط الإنسان بالله عز وجل وهو يقتات، نربطه ويتعلم أيضا، يعني يأخذ العلم ويقرأ في كتاب الله المنشور أو في كتاب الله المستور، ولكن في الوقت نفسه يعني يزداد إيمانه. حينما نقرأ مثلا في سورة محمد في الآية رقم 19 ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني العقيدة الإيمان الذي يكون راسخا هو الذي يكون مسبوقا بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي قوله تعالى في سورة فصلت في الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق، لابد الإنسان يفكر وهو يقرأ ينظر في هذا الكون منذ الصغر، لا يحتاج إلى علم كبير كما قال أخي عبد القادر، لا يحتاج، يكفيه النظر. ربنا مثلا في سورة آل عمران ربي قال قل سيروا في الأرض فانظروا، واحد فقط ينظر، فقط ينظر، والنظر والبصر حاسة من حواس الإدراك والتعلم، ينظر في المخلوقات ليدرك عظمة الخالق جل جلاله. في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآية 53. ورب قال أيضا في سورة الذاريات والآية كثيرة رب قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في الآية رقم 21 قبلها الآية 20 وفي الأرض آيات للموقنين ثم وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم إلى 49 رب قال في الآية 36 من سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، هذا يدركها الصغير ويدركها الكبير أيضا، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، هذه الزوجية المبثوثة في الكون في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون ومما لا يعلمون، هذه سورة ياسين 36. سورة الذاريات 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين، وأنتم تعلمون سادتي أن هذه الصيغة صيغة الاستغراق والشمول أي بلا استثناء، ومن كل شيء خلقنا زوجين. وبعدين الآية 50 رب يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى مكان الإنسان وهو يبحث عن هذه الحقيقة الكبرى سيدركها إذا دقق النظر في كتاب الله المقروء في المصحف الشريف وفي كتاب الله المنشور المفتوح في هذا الكون الواسع، سيصل حتما إلى معرفة هذه الحقيقة الكبرى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، الآية 50 ففروا إلى الله، الآية 55 ربي سبحانه يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والآية تشمل الصغار والكبار جميعا، والإنسان يحتاج إلى من يذكره ليظل قلبه موصولا بالله عز وجل. يفترض أن الإنسان كلما كبر في هذه الحياة كبر في العمر أنه يزيد الإيمان نتاعه يزداد ولا ينقص. وبعدين الآية 56 ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آيات كثيرة. وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه أيضا آية عجيبة. وربي قال وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، القناعة في العلم غير مطلوبة تماما. نعم. السؤال المطروح الذي نختم به الموضوع، مدى الحاجة إلى العلوم، علوم اليوم دكتور سعيد، والعلوم كل يوم تزداد وتكبر وتتطور، يعني فيجب أن تكون هناك مواكبة وهناك يعني سير مع هذه العلوم. بارك الله فيك، لأنه نحتاج إلى العلوم كلها، علوم الشريعة والعلوم المختلفة، العلوم الفروض الكفائية
يعني فروض الكفاية نجدها في سائر العلوم، نحتاج إلى علم التربية، نحتاج إلى علم الاجتماع، إلى علم الشريعة، إلى علم القانون، إلى علم البيولوجيا، إلى علم الجيولوجيا، طبقة الأرض، إلى علم الفلك، إلى علم كل العلوم. والآن التحديات كبيرة جدا أمام أبناء اليوم، لابد كما قلت بارك الله فيك محمد صالح أن الجيل اليوم يحتاج إلى أن يواكب، لأن العلوم صارت دقيقة ومعمقة، يعني بين قوسين حينما نقرأ كتاب قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح بوغدا رحمه الله، وهو يحدثنا عن الأئمة الكبار أصحاب العقول الموسوعية، انتهى ذلك الزمان. يعني نأخذ مثل العلامة ابن خلدون، إذا قرأت له في الاجتماع قلت أنه في الاختصاص سوسيولوج عالم اجتماع، إذا قرأت له في الاقتصاد قلت له أنه مختص في الاقتصاد، وإذا قرأت له أيضا في التاريخ قلت أنه مؤرخ، وهكذا وهكذا. يعني العلامة ابن خلدون يعني استوعب الكثير من العلوم، فهو من أصحاب العقول الموسوعية. نعود إلى الإمام البيروني مثلا، والذي قال عنه المؤرخ الفرنسي سخاو، قال هو أكبر عقلية عرفها التاريخ. هذا العالم الكبير نجده في علم الفلك، نجده في علم الفقه، نجده في علوم كثيرة، في علم الجغرافيا إلى آخره. ونقرأ عن علمائنا في الجزائر وفي غير الجزائر، يعني في عمق أمتنا وفي تاريخنا المضي، نجد الكثير من العقول الموسوعية الكبرى. ولكن الآن لم يبقى الأمر كذلك، الآن رنا في عصر التخصص الدقيق. نقول فلان طبيب، طبعاً أيوة، ولكن يتخصص التخصصات الطبية التي ظهرت في عالم اليوم، وكذلك الأمر في علم الفلك، وكذلك الأمر في الجيولوجيا والجغرافيا في جميع المجالات. لذلك الجيل اليوم لابد أن يرفع هذا التحدي من أجل التخصص ليبدع، لأنه أمرنا بالإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا يمكن للإنسان أن يتقن علمه أو تخصص إلا إذا تخصص فيه، وهذا لا يمنع من أن تكون له معارف في سائر العلوم، ولكن لابد أن يتخصص. وإذا عدنا إلى علوم الشريعة، في علوم القرآن مثلا، في علوم الحديث وما أكثر هذه العلوم، في علوم القراءة، علم القراءات بفروعه وتخصصاته. لذلك نحتاج اليوم الجميع، يعني مقصود بهذا الكلام أن نجتهد لنواكب ما استحدثه الإنسان في من هذه الثورات المختلفة في جميع فنون المعرفة. لعل الذي لا يعلمه كثير من الناس أن الشيخ البشير الإبراهيمي كان ممن يطلق عليه جامع العلوم، ويذكر ابنه طالب إبراهيمي أحمد قال ناقشته مرة يعني في بعض المسائل في الفلسفة وبعض النظريات، قال فأتاني بشيء لم أطلع عليه إطلاقا، قال ولم أسمحه يوما تكلم في موضوع الفلسفة، يعني رحمه الله، رحمة الله يعني. نعرف حكايته حينما ذهب إلى الحجاز ليأخذ العلوم. فهو يروي قلت يعني كلما جلس إلى حلقة يقول يعني هذه خلاص يعني ما تجاوزها، والحمد لله ذهب متعلما ثم صار معلما. ولم يجلس إلى حلقتين كما قال هو في ما كتب. صلى الله الرحمة له ولي، ثم صار مدرسا بالمسجد النبوي. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخ سعيد، شكرا لكم دكتور عبد القادر. إذا إلى الاتصالات والمكالمات نستمع إليه إن شاء الله ومن ثم الإجابة عليها. طيب هل في اتصال؟ إذا 021 39 43 43، نذكر بالأرقام الهاتفية، أو 021 37 42 87. معنا زهرة. نعم أم زهرة، أم زهرة. نعم ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عندي سؤالين. تفضلي أم زهرة. نعم عندي الأول متوفى المرتبطي، ولما كنت معه غير سؤالك غير واضح يا زهرة، أم زهرة. دست العدة ما دستهاش في المولد عند المولدين بتاعي، توصلت الدار ما دستهاش العدة في الدار. نعم. على هذاك راني نسقي زعما واش المقصود على ذا، زعما شغال يدير ما
طيب وش يعني ماذا فعلتي يعني؟ هل كنت زوجة وكنت زعاف وكل شيء خدم ولد الله كان كيف يقتلوه اللي قتلوني وما كنت نعرف. طيب واصلي واصلي ام زهره. كنت مريضه يعني اونسانت اون تي موا وما نجمش نقول تما والزعاف والزعاف والهضره يعني وقعت مشاكل عائليه. طيب وقعت مشاكل عائليه في بيت الزوج، خرجتي من بيت الزوجيه يعني؟ خرجت من البيت ما زدتش العده ما كملتش العده يعني. طيب وما كنتش نعرف ثاني ما كنتش نعرف. نسألك هل 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 وقعت لك خطوبة في هذه الفترة أو زواج أو شيء من هذا؟ لا 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 خطوبة ولا زواج ولا روحت عند أبي، روحت عند الأب بتاعي. طيب واضح إن شاء الله واضح. والسؤال الثاني لو كان نخدم ماني خدامة هنا في فرنسا وعندي عرس نتعرف نخدم وصلي الفجر ونروح، اسكو يقبل لي مقبول ولا كيفاش؟ تصليه في الوقت ولا قبل الفجر؟ هاي السبعة ضربوا السبعة، السبعة الفجر وصل الوقت الصبح، صلي على الستة الفجر على السبعة. الو واضح ان شاء الله، واضح ام زهرة واضح. شكرا. الله يبارك. وردة من العاصمة. نعم مساء الخير. تفضلي. مساء النور. لاباس؟ بخير الحمد لله. عندي اسئلة برك للشيخ ينصحني برك. تفضلي. انا يا تزوجت مع واحد عنده يتامى ربيتهم له وانا في 6 سنين صبتهم صغار ما تسيماهم. ايه ربيتهم له وتميزرت معاهم ونويت الحسن عند ربي. نهار خطبني قال لي نزوجك على دار ولادي يتامى، قلت له معليش ما عندوش دار ما عندوش الخير ما عنده والو، شوفهم هذوك الدراري متشردين كاع ودار في القصدير هو ما يخدمش وكاع، وقال لي ولادي قباح قباح، قلت له معليش دوك الدراري قطعوني قلبي انت بركم بابا ويما وانا عندي حسنه فيهم. قال لك ايه. رحت ورفدت وربيت وكبرت وكبت عليهم وتعبت عليهم وخدمت عليهم ونسيت روحي على جالهم، وربي فرج عاوني ربي وعطاني الخير شويه وعطاني دار وحنيت عليهم كي شغل ولادي وتعبت عليهم وما كاش واحد يعاونني. طيب وكاع ما يعاونوش، بصح هو اليوم قال لك خلاص المكتوب تلاقينا بالمليح ونتفرقوا بالمليح ما بدون سبب. واش كاين؟ قال لك باسكو هكا حاجه طغيان، حاجه طفل واحد دخل مراهقة قال لك تحاولي ما على بالكش بها، انا ما عنديش واش ندير له، هو دخل مراهقة تبدل وانا لقيت شغلي وقيت هذوك الصغار، هذوك الصغار قال لك تحبي واحد اكثر من واحد، وانا هذاك واحد هذاك صغير كاع كي شغل جبتو من كرشي الاخر قبيح شويه، شغل ما كاينش يا لا ديفيرونس ما كاين حاجه، مي هكا نحبهم نموت عليهم. قال لك روحي دوكا عجبني وطيشني وانا ما عنديش والديه، طيشني عند الاحباب قال لي قعدي ومن بعد ما عيط لك وهما كيما يقولوا تفرق نتفرقوا وخلاص نصحوني واش ندير، وانا درت مليون بالخير ونويت وولادي. طيب ورده والحمد لله. ورده هل قضيتك وصلت للمحكمه ما وصلتش؟ مازال ما مشيتوش للمحكمة؟ مازال عندي 20 يوم اللي جابني 20 يوم مخلاها عند اصدقاء. نعم 20 يوم وانا اللي نبكي عليهم ليل ونهار وحبيتهم ونحب ويحبوني. طيب شحال عندك عشرة مع هذا الراجل؟ انا عندي 6 سنين. 6 سنين 10 طيب سيدة وردة هذه مشكلة يعني ان شاء الله تكون لها الحل، ولكن نعم. وانا قلت ما عنديش والدي، انا قلت هو طيب. حياتي ودرت النية ان شاء الله وتعبت. ان الله لا يضيع يا ورده، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. الان تسمعي للتوجيه من الشيخ واترك الرقم ان شاء الله اللي يتواصل معك عليه، خلي رقمك. اي هذا هو رقم تاعي. لا خليه مع الزملاء، خليه مع الزملاء ما تقطعيش الخط الهاتفي يعني. مع المستعان. طيب المكالمة الموالية هل فيه اتصال؟ الأخت الكاملة. نعم الكاملة في الدين. السلام عليكم. نعم الكاملة في الدين، الله يكمل بك. تفضلي تفضلي سيدة. السلام عليكم على الشيوخ.
وعليك السلام. نقص التلفاز لا يرضى عليك. بارك الله فيك. صح. نعم. تفضلي الآن سؤال. أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. لك الفضل بني. عندي حبيت أسقسي على أسماء الله الحسنى. نعم. هل يقولوا اللي من أحصاها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. هل 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 يعني أحصاها حد يقول احفظها وإلا يعرف معانيها يعني كل اسم بمعنى تاعه. واضح إن شاء الله. ثاني سؤال عندي أنا شوية سمعي يعني ثقيل. عندي دي زطرين حطوا في ودنية. نعم. على مسألة الوضوء على الودنين أسك نحيهم وإلا ندير كذاك فوقهم برك نتوضى فوقهم. والطبيب واش قال لك؟ ما سقسيتوش الطبيب قال لي ما لازمش يتمسوا بالماء. طيب الان نعم هذا التوجيه يكفي. ما لازمش الماء يمسهم. نعم هذا التوجيه من الطبيب ان شاء الله هو اللي يبني عليه الشيخ الاجابه ان شاء الله. صح. ثالث سؤال سمعت الشيخ ابو عبد السلام حفظه الله يقول انا في مثلا نقول في السجود كنت نقولها في السجود سبوا القدوس رب الملائكة والروح. ايه وسمعت الشيخ ابو عبد السلام يقول بدي في الركوع مش في السجود يعني هل هي يعني نقدر نكمل والا خاطر مش ونفس بالسجود ما نقدرش نقولها في مع الركوع ننسى. هذه تتقال بعد الوتر كذلك. هي انا دائما وقفت روحي صافي يعني مذكر من سنين وانا اقولها وانا ساجده. واضح ان شاء الله. صحة. شكرا مع السلامة. بارك الله فيك وسلامي للشيوخ بكل. الله يبارك فيك بارك الله فيك. شكرا. الله يعطيك الصحة. مع السلامة. ربي يحفظكم. مع السلامة سيدة. إذا السيدة وردة اللي اتصلت منذ قليل توجيه من الزملاء المكالمة انقطعت. سيدة وردة رجاء عاودي الاتصال حتى يأخذ منك زملاء الرقم ويعطى للشيخ إن شاء الله لينظر في هذه المشكلة. إلى فايزة من البوليدة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضلي. حبيت نعرف اللي نشروا طوموبيلات باغ فاسيليتي في بنك إسلامي. نعم. اسكو هذه المعاملة حرام ولا ربا ولا على ذلك بلي ما نقدرش نشري طوموبيل بهذيك لا توتاليتي تاع لاسون. نعم. هذا واش حبيت نعرف. واضح. والسؤال الثاني يعيشك اللي يقرا سورة الكهف ولا يسمعها يوم الجمعة عنده نفس الأجر؟ نعم. يعطيكم الصحة. شكرا. نعم. حاجة فاطمة من تياب. حاجة محمد. مرحبا. والسلام على شيوخنا الكرام. أهلا وسهلا. منهم نستفيد إن شاء الله يا ربي. حياك الله تعالى. المهم الأخ محمد أنا مرة من المرات حكيت للشيخ عزوز قلت له على الظلم واستفدت منه إن شاء الله يا ربي لكن الظلم هذا عاود رجع غي نفسه. أنا نخدم في شركة يعني كما قال لك نخدم قلب ورب أمام الله لكن واحد المدير الله يهديه الله يهديه يعني راه في هذه الأيام راه في حوالي 3 أشهر راه داير لي واحد المشاكل غير في الباطن ظالمني ظلما لا ما نعطيكش كيف نعبر لكم الظلم هذا العلي غير بالصبر والدعاء. طيب لكن هذه راني نحكي فيها. الله يبارك فيك. شوف هذه المشاكل هذه تاع الاداره يعني نحكي لك غير صافي راني جايت في هذا السؤال المفيد. نعم. يعني ونزع لي كامل الخدمه قال لي كنت حاكمه انا الخدمه فيها نزعها لي وخلاني صافي ندخل من 8:30 4:30 وانا محزومه فوق كرسي حتى اللي نخرج
وداير صرصار بزاف ومشاكل يعني، وهضروا معاه ناس قالوا له عيب عليك واش راك دير دي حاجه بيت ربي. الحاجه فاطمه انا سالك سؤال الله يرضى عليك، انت يا هذا المدير كتبتي به شكوى للمسؤول اللي فوقه؟ مهما 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 ما كان لا سيدة قابل على البيبان، قابل على البيبان، كاين غير باب ربي اللي راه مفتوح. حاجه فاطمه الله يرضى عليك تبعيني، اي مسؤول فيه مسؤول فوق منه في الدرجه. على بالي على بالي. طيب. ايه بس ما خلانيش كيفاش نتصل، ما خلانيش. اذا ما عرفتيش تمشي في الاجراءات الشكوى، لا يبينها لك الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كيف تكون الشكوى؟ وما بقيليش بزاف والله صدقني الحاج محمد، والله ما قعد لي بزاف. نعم. راني في 18 عام خدامه. ملي دخلت تاع الكونترا، ملي دخلت هذه بالكونترا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله يهديك. الله يرفع الظن إن شاء الله. نعطيك بعض التوجيهات، بعض التوجيهات امشي عليها الحاجة فاطمة لك ولغيرك لمن يقع في المظالم. المهم يستفيدوا كامل الناس، كامل راه ظلم ظلم ياسر ياسر بالبزاف كاع. شكرا الحاجة فاطمة. السلام عليكم صح. فايزة من سطيف. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي حبيت نشير الأفاضل. تفضلي. هذا حكم الطلاق في حالة الغضب، لا في الغضب. الطلاق في حالة الغضب. نعم. حكم الطلاق في حالة الغضب. في حالة الغضب أنا جا عندي زوج دراري فرجعت زوجين بعد ترفض كلمة طلاق عدة مرات يعني. واضح إن شاء الله واضح. طيب واضح إن شاء الله. جميلة من قسنطينة ونجيب إن شاء الله. ألو. نعم يا جميلة. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي يا جميلة. نعم. عندي سؤال على بنت اختي. تفضلي. مريضة ولدي ما نهضر الشيوخ الكرام تما يطلبوا لها الشفاء العاجل. الله يشافيها. ما نقدرش نوصل كفاح جريمة بها الوقاية، ما نقدرش نهضر لك كفاح يروحوا من حوايج الدار من الدار راحوا مبالغ بزاف. الله يشفيها. تقيا هي حاشاك تقيا غوارات تقيا الحناش الدم لا ما نقدرش نهضر لك كذا. نتمنى من اي واحد يقول يا رب ويقول امين يدعيها ويدعيها ان شاء الله يا جميلة. الله يشفيها ويعافيها ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله يا رب دعانا لها ان شاء الله يا رب. طيب نضيف مكالمة اخرى من قسنطينة. نعم أم ياسين. أم أسيم. أسيم. السلام عليكم. نعم السلام ورحمة الله. أم من؟ أخي العزيز. أم أصيل أم حابة نستقصي بك الإمام في سؤال. أعطيني اسمك يا سيدة. أم أسيل. 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 عاشت عاشت الأسامي. تناقشت أنا بالزوج تاعي. تفضلي. على سبة العرس تاع ولد خالي ثم هو قاعدين يتناقشوا كم بعد في لحظة الغضب يطف كلمة حرم بن حرام ثلاث مرات وهو غاضب قال لي بن حرام بن حرام بن حرام وتحرم عليا بالزول ثم ما رحتي ثم حتى نفهم الحكم تاع حضرتك من الأئمة كيفاه. رحتي ولا ما رحتيش؟ ما زلنا ما رحناش العرس إن شاء الله الجمعة المقبلة. حابه نفهم الحكم تاعها فقط. ومازال مسر ولا تراجع في قلبه؟ لا لا ندم ندم قال لك ما شفتش فتاتي لحظة الغضب واش قلت؟ الله يصلح الاحوال ان شاء الله. ان شاء الله شغل غاضب هكا صحبك ندم قال لي تسمى ما هضرتش في لحظة غش تسمى دوك كون تسقسي الائمه ويقول لك روحي روحي لروحك. دوك نشوفوا مع الشيوخ يخليوك تروحي. والله ما على بالوش اصلا واش هضر قاعد يقول يفكرني انا واش قلت؟ انت حابه تروحي؟ شاف يا روح على بينك اخلي هذا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يديم المحبه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى تجاوبوني ان شاء الله. نجاوبوك وان شاء الله يكون زوجك يسمع فينا حتى نعطيوه توجيه في الموضوع. ان
ان شاء الله يا ربي وتكون... عيش اخي العزيز ان شاء الله وتكون ان شاء الله اخر مره يتكلم بهذه الالفاظ هذه ان شاء الله يا ربي ربي سهل ان شاء الله ويديم العشره بينكما. شكرا جزيلا لاختنا المتصله من قسنطين. اذا نبدا على بركه الله مع ام زهره شهاب القادر. ام زهره تقول انها لم تعتد يعني يد وفاه ووقعت لها مشاكل، خرجت من بيت الزوجيه واكملت واتمت في بيت الوالدين، وفي هذه الفتره كانت في حمل في شهرها السادس. نعم شكرا استاذ. عفوا شيخ. بالنسبه الى العده التي تحدثت عليها السيده ام زهره، فاحنا كان بالاسئله اللي سالك اياها الاستاذ محمد وهي على الزواج، تزوجتي ولا خطبوك؟ لان اكبر خطا ربما لو كان يقع فيه المعتده هي الزواج، ما تزوجتيش الان انت كنتي في العده، لان حتى في ذاك الوقت لو كان نفترض في ذاك الوقت كي مات مولا بيتك الله يرحمه وجيتي سالتي الشيخ سعيد وتقول له عندي مشاكل وهذه العائله ما قدرتش يعني انا عندي مشاكل، يقول لك روحي لدار روحي لدار باباك اعتدي. فعدتك صحيحه ما دام ما تزوجتيش فعدتك صحيحه، وربي ان شاء الله يجعل هذه البنت زهره صالحه ان شاء الله، يجعلها فيها الخير ليك ولباباها والمسلمين، فلا باس لا باس ما كانش حاجه يعني راهي العده خلاص انتهت، الان استقبلي هذاك الشيء نسايه وشوفي ما هو جاءت ان شاء الله تعالى، ربي يوفقها الخير ان شاء الله يا رب. سؤالها الثاني انها تعمل وتنهض باكرا تصلي الفجر ثم تذهب للعمل، يبدو انها توقع صلاه الفجر. نعم قبل هي قالت السادسه، انا عارف انا باريس الان تقريبا الساعه السابعه في التالي، فلا يمكن لا الاخت زهره صلاه غير صحيحه. لا الصلاه غير صحيحه، والصلاه التي صليت قبل هذا كلها باطله يعني، لان انت راك صليتي نافله ما صليتيش صلاه واجبه. الصلاه الوقت يدخل على السبعه، اذا يبدا الفجر على السبعه. وانت كي توصلي للعمل اذا كان في المكان تاع العمل تاعك كاين مكان قبل يعني حتى عندك راه عندك الوقت حتى شروق الشمس، وظن انا ممكن السبعة تقريبا حتى 8:30 تقريبا تشرق يعني في اذا كانت في بعض المناطق ما ادريش اذا المناطق اللي فيها، فانت تصلي في ذاك المكان في المكان اللي تروحي تخدمي فيه هو اللي تصلي فيه. طيب شيخ عبد القادر فيه تساؤل في الموضوع. نعم. ان السيده سائله او غيرها لا تجد اين تصلي حتى في مكان العمل يقع لها يعني احراج ويقع لها مشاكل، فلا تجي يعني كيف تتصرف في صلاتها؟ هل تنتظر حتى ترجع للبيت وتصليها؟ لا يمكن تجمعها لان لا نعم دوك الان هذه الصلاه لا تسقط اذا تعذر يعني. واش نقول احنا غادي نقولوا هذا الكلام اذا تعذر مطلقا دوك الانسان احنا عندنا الركوع وعندنا السجود وعندنا كذا، اذا هذه السيده هذه ما نتصورش انه ولو خمس زوج دقائق ماش كاينه في العمل يعني، وقتاش تبدا العمل تاعها؟ هي تخرج على السته، متى يبدا عملها؟ يبدا على السبعه، السبعه ونص. الدوام الاداري يعني. نعم دوام نعم. العمل. الاداره ما تبداش على السبعه. نعم. حتى في فرنسا ما تبداش على السبعه. نعم. فبالتالي هي تجتهد تحرص على ان تصليها في وقتها. نعم. كي نقول وقتها قبل طلوع الشمس. ولو ركعات خفيفه. تجتهد بقدر الامكان. لأن الإنسان إذا أخر صلاته على عن وقتها ما كاش هذه موش ظهر مثلا عصر نقول لها قدمي وأخري، الصبح ما عندناش تقديم وتأخير فيه، عندنا وقت محدد من الأذان إلى 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 طلوع الشمس. هي تجتهد أن تجد مكان تصلي فيه. إحنا ربما نبالغ ونقول لها إذا تعذر ما لقاتش، وإن كان هذا شوية راه كلام ما نقدرش نقول 100% محقق. يا لو كان صلي وقفة، يا لو كان صلي بالإيمان، يعني إذا تعذر الإنسان عليه يا رب أنا هذا هو أنا في مكان وهذا رزقي وأنا هذا الشيء اللي نقدر نديره. كيما مثلا احنا بعض الأحيان مثلا واحد الشخص مثلا يقول لك أنايا نركب مثلا في الحافلة ولا في القطار وما عنديش كيفاش نصلي الآن، فواش ندير أنا؟ لو كي نصلي العمل تاعي يكون خرج وقت الصلاة، واش ندير؟ نقول له صلي على الهيئة اللي فيها. هي الآن هي تجتهد تحوس على مكان تصلي فيه. إذا تعذر شوف الشيخ محمد إذا تعذر نعم. وما قالش حتى وين قلنا صلي على الهيئة اللي راكي فيها، لو كان صلي بالإيماء يا لو كان هي تخدم وتصلي بالإيماء يعني أي تقرأ وهي تصلي إلى آخره، فهذا لأن هذه كحالة خاصة مش بمعنى حكم عام وإنما حالة خاصة. إذا تعذر
حتى ما يخفوتش عليها الوقت وما يخرجش وقت الصلاه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك في حالات خاصه ان الواحد لما كان يصلي وهو يمشي يعني. نعم. يمشي. نعم الله الموفق. ورده من العاصمه استمعت لهذه المشكله، يعني مشكله اجتماعيه عويصه جدا، الان تم نقدر نقول التخلص منها، يعني زوجها تركها وخلاها عند الاصدقاء، يعني وهي ليس لها لا اب لا ام ولا اقارب يعني تذهب اليه. نعم. اخت ورده، اولا انت رب يعطيك الاجر العظيم على النيه نتاعك. كان عندك نيه وراح تزوجتي بهذا الانسان ودرت له شرط واحد برك، قال كون بابا ويما وربيتي اليتامى. يسعدك انك ربيتي اليتامى، اجرك عند الله عظيم. ان صرفت نيتك الى خدمه الصغار اليتامى، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يسعدك. الان هو لقى سبه، هذا سبب كي شاف الطفل كما قلت دخل مرحله المراهقه، وجميع العقلاء يعلمون علم اليقين باللي الاطفال خاصه الاطفال الابناء الذكور مراهقه واعره جدا عموما. مانيش نتكلم على ذوك اللي ساهلين، كاينين واحد ربما واحد ربي يعطوا له طفل يمر من مرحله المراهقه بلا ارهاق، موجودين لكن لا يقاس على هؤلاء اطلاقا. تكلموا على ذوك ذراري ربي يحفظهم على كل حال. يعني مرحلة المراهقة مرحلة يتبعها ألوان من الإرهاق. وإن الفتاة بعد السفاهة يحلم. صعب جدا. لذلك في المرحلة هذه كي يكون الأب والأم ويا ربي يسلكوا بخير، يا ربي يسلكوا بخير. أما أنت راك اجتهدتي باش تربي هؤلاء الصغار اليتامى. ما يلقاهاش سبة. الطفل يلقاه سبة وبعدين يقول لك بكل بساطة وبكل، وطبعا تلقينا كلامك بكل حزن وبكل أسى، اللي ماشي رجلة والله ما هي رجلة، ويقول لك تلاقينا بالملاحة نفترق منها. هذا كلام فارغ، هذا ظلم بعينه. شو راهي الملاحة هنا؟ امرأة طفلة، امرأة يتيمة جات تربي اليتامى ورفدت دارك وقامت بيك وقامت بولادك، وضرك كي ولادك خرجوا من مرحلة الخطر بكل بساطة ترميها وتخليها عند الناس، يعني عند الناس. هذه ما هي رجلة، ما هو دين، ما هو أخلاق، ما هو شيء. هذا حرام الشيء. ونتكلم الآن وفي جعبة الكثير من الحالات نتاع هذا النوع من البشر اللي ما يخافوش ربي. قل لهم والله غير كاين ربي، يعني في النهايه نقول لك يا الاخت ورده الصبر يا برك، ما تخافيش كاين ربي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامه، يقول اتق دعوه المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وربي سبحانه حرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي الجليل، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم ماهوش مليح تماما. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي. لذلك فلنحذر. لكن نقول لك يا بنتي صبري واحتسبي، شوفي له ناس ملاح، ناس عقال يروحوا يهضروا له. ربما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، ورب يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ربما يعود إلى رشده، ينصحوه يوجهوه يذكروه باللي هذا ظلم، هذه خيانة، هذا خداع، هذا غدر، قولي ما شئتي. وفيه النوع الناس يديروا هكا، فيه النوع يديروا هذه الأمور، ينساو بلي كاين ربي، ينساو. ولكن إذا كان فروها الله يبارك وتاب واستقام، حنا ندعو له بالهدايه، ربي يهديه وربي ان شاء الله يعني يخليه يتراجع عن هذا القرار اللي قال لك نفتارقه الى اخره.
إذا كان ما حبش أمران، الأمر الأول ما يتعلق بالجانب القضائي وكذا، نتواصلوا معك إن شاء الله، اتصلي معنا حتى تخلى الرقم نتاعك، نتواصلوا معك نوقفوا معك لأنك مظلومة من ناحية نوقفوا معك قضائيا، نقولها لك مباشرة على الهواء مباشرة. وزيد حاجة أخرى، ربي اللي قالها في آخر ما أنزل راه في سورة البقرة الآية 81. ما عندهاش ولاد يا شيخ. نعم ما عندهاش ولاد، معلش. المهم كاين خدمة في هذا الإطار إن شاء الله. نعم. نروحوا للمادة 55 من قانون 84/11 والأمر 0502، كاين أمور يعني تندار المادة 72، يعني كاين واحد يخدم. نعم. يستخدم الوسائل القانونية المتاحة. أنا بديت بها، هذا في دنيا البشر، ولا هذه من أسباب اللي ممكن يديرها أي إنسان يعني في 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 مجال النشاط البشري في مجال اتخاذ الأسباب. ولكن ذكرك ونذكر أي واحد منا واش قال ربي في آخر ما أنزل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الكاملة في الدين من العاصمة دكتور عبد القادر. أولا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معنى هذا الحديث الشريف. نعم شكرا. عفوا. وأسماء الله ما علمنا منها 99 اسما جليلا، تعالى الله سبحانه وتعالى بأسمائه العليا وصفاته وكمالاته سبحانه وتعالى، ربنا وإلهنا سبحانه وتعالى. هذه 99 هذه المعلومة. نعم. 99 إلا 1، ولكن هناك ما لا نعلمه من أسماء الله أعلم بها. هذه 99 جاء العلماء قالوا ومن أحصاها، قالوا كين الإحصاء، وهو الإحصاء بمعنى المعرفة، معرفتها هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم، هذا يسمى إحصاء. ولكن أيضا من الإحصاء وهو التعبد بها، يعني مثلا كي يقول سبحان الغني فيعلم وش معنى سبحان الغني، فلا يشرك في الله سبحانه وتعالى في أمر رزقه أحد. وإذا قال سبحان الحكيم فلا يشرك في حكمته أحد، فهو مطلق الحكمة. وإذا قال سبحان الشافي فلا ينتظر ولا يعتقد أن الشفاء إلا منه سبحانه وتعالى. هذا المعنى، يعني هذا أيضا هذا المعنى، لأن هذه الأسماء لها تجليات. إذا قال سبحان الصانع أو كذا ذلك لها تجليات، إذا كان هذه تجليات في المعنى، ويجب أيضا أن يكون لها تجليات فينا. إذا قلنا كي نقول سبحان الرحمن سبحان الرحيم، لابد أن يكون لنا نصيب من الرحمة فينا لأنفسنا وللخلق والمخلوقات. لأن من أحصاها فهو يحصيها عددا، ويحصيها معنا، ويحصيها اعتقادا وعملا. نعم. بارك الله فيك. السؤال الثاني عن هذه الآلات التي تضعها في الأذن، والطبيب قالها أن تجنب الماء لهذه. نعم. الآلات تمسح خارج الأذن فقط، تمسح ما تدخلش ده. نعم. تمسح أعلى الأذن من هنا وتمسح خارج الأذن، ولا تضع الماء في ذلك، لأن ولو ما مسحش الأذنين ما صار وضوها صحيح. يعني تمسح فقط الخارج ولا تمسح الداخل حتى لا تؤذي. نعم. أذنها وهذا الجهاز. نعم. الذكر سبوح قدوس ربي الملائكة والروح تجعله في سجودها، لا يمنع ذلك من جعله سبوح قدوس ورب الملائكة والروح تجللت بالعزة والكبرياء، فلا مانع في ذلك. نعم. نحن كره لنا القراءة، قراءة القرآن الكريم في ركوعنا، وحبب للنبي عليه الصلاة والسلام في سجودنا أن نكثر من الدعاء، لأنه موضع استماع الدعاء. ولكن لا يمنع أننا في سجودنا أن نقول سبوح قدوس، ولا يمنعنا أن نصلي ونسلم على رسول الله ونحن ساجدين ثم سبوح قدوس أو سبحان ربي الأعلى، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو بما شئنا. نعم. طيب فايزة من البوليدة تسأل عن شراء السيارات بالمرابحة، هذه المعاملة الجديدة. إذا البيع، إذا الآن هي الأمر، شوف السيدة والأخت فايزة، الأمر مبني على حاجة واحدة، إلا يبي يشروا ويبيعوا لك أنت على الأمر، خلاص نقطة إلى سطر. نعم. يسلفوا لك شحنة، هذا هو برك، ما عطاولكش مبلغ تاع سلفية وقال لك عليه المبلغ، روح الشري روح الشري ومن بعد رد الدراهم. لا ما دام هما راهم يشروا لك سيارة وأنت تخلصي تساهمي، لابد تساهمي لأن هذا مؤسسة تساهمي من رغم مال، وهما من بعد يدفعوا يعطوك المال وأنت يدفعوا المال ويشروا السيارة يبيعوها لك، هذا خلاص، وتشريها بالتقسيط، لا يضر في ذلك شيء ما دام حقيقة شراء وحقيقة باعوا. نعم.
الفضل والثواب في قراءة سورة الكهف هل يكون كذلك في سماعها؟ والله الله خيره كثير وفضله واسع، هذا بالنسبة للإنسان اللي يقرأ، من قرأها واللي ما يقرأش يسمع فالسماع أيضا. نعم، وحتى اللي يقرأ يسمع. نعم نعم، بارك الله فيك. الحاجة فاطمة امتيرت، هذه المظلمة التي تقع فيها من هذا المدير، سبحان الله، يعني يبدو أن هناك نوع من البشر يتلذذون بتعذيب البشر، يعني يتمتعون بسماع أنينهم ويتمتعون برؤية دموعهم. هؤلاء في خطر. هاي واش نقدر نقول؟ الأصل يا الأخت الحاجة أنه العمل، المخرج أبو بكر عياطة قالك لازم نمشي إليهم نراهم هؤلاء. شكرا أبو بكر أخوي، الله يبارك فيك، أنا معك. نعم، هكذا نروح مع بعض كامل إن شاء الله الشهر القادم. نعم، لماذا؟ لأنه يا سي أبو بكر أخوي يضرب كل الآن، ربي قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. نعم، حنا نقول لك في الدرجة خاف لم يخافش ربي. ممكن الإنسان يظلم لأن البشر بشر، ولكن حينما يذكر إما من قبل الغير أو من قبل المظلوم يقول اتق الله خاف ربي يتوب والسلام عليكم خلاص عفى الله عما سلف. ولكن الذي يتمادى ويتمتع ويستلذ يلقى لها البنة كي يحقر الناس ويظلم الناس ويستخدم البوفوار ولا السلطة اللي عنده يستخدمها، يا أخي واش قال ربي؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يلي راهم الطواغيت الذين يستخدمون السلطة من أجل ظلم الناس. ذوك الأصل أن العمل الأجر يقابله عمل، العمل يقابله أجر، الإنسان يخدم وينال الأجر. والأخت الحاجة هذه تخاف ربي تقول ما نروحش للخدمة طول النهار نبقى فوق الكرسي حتى العشية ونروح. نقول لك الحاجة فاطمة، أنت طلبتي منه باش يعطيك الخدمة فرفض كما قلتي، كما قال لك أخي محمد صالح أيضا ارفعي الشكوى لا يرى شيء، احترمي السلم الإداري، ارفعي الشكوى نتاعك إلى مسؤوله هو. فإذا كان هناك ما فيش أحد عنده سلطة مطلقة، ما كاينش، بارك الله فيك، ما كاينش، كان البوفوار أريت البوفوار كما يقول في الله. نعم، معناتها ما كاين صعب، لو كان سلطة مطلقة معنى استبداد، معنى نعم، طغيان. ارفعي شكواك إلى من هو أعلى سلطة، من هو أعلى. إلا ما كانش استجابة ارفعي شكواك إلى رب العزة الأعلى والسلام عليكم. وطرق إيصال الشكوى كثيرة شيخ. طبعا نعم، وانت في المكاتبة، في المراسلة، في طلب اللقاء، في انت طلبي الأودينس يعني طلب المقابلة. نعم، وهذه أحسن، طلب المقابلة مع المسؤول باش تكلميه، تكلميه. وإذا كان قدمتي مراسلات المسؤول تاعك جيبي معك يعني الأدلة بلي راسلتي المسؤول تاعك باش يعطيك الخدمة وهو رافض، وطبعا المسؤول هذاك الأعلى يرى يعني يقرأ تلك المراسلات وتلك الشكاوى. إذا كان ما كانش استجابة رفع الأمر لرب سبحانه عز وجل، وانت الراتب نتاعك حلال وهو الذي يتحمل الإثم وحده وذمتك أنت بريئة عند الله. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. فايزة من الصطيف، طلق الغاضب على امرأته ولا راح يتعال سيهم بتاعنا؟ لا قبلها، فايزة من الصطيف. فايزة حكم الطلاق في حال الغضب. أنا حتى قسنطينة. لا قسنطينة مزا قسنطينة تحوس تستنى العرس. نعم، تنتظر له سبع أيام. عفوا فايزة، وش الطلاق في حال الغضب؟ لا يقع الطلاق في حال الغضب، لا يقع الطلاق. إذا كان إنسان طلق وهو غاضب لا يقع بشرط الغضب الشديد. نعم، لا الغضب الذي لا يعي فيه. نعم، الذي يعرفه الناس، الغضب اللي يعرف الناس، واللي يكسر واللي ما اولى واللي يقول يخلط الهضره عليه وش كلامي. نعم، يقول كلام كذا فلا يقع الكلام. ابنه اخت الاخت جميله من قسنطينه اللي في والله ربي قال تتبع سببها. شوف شوف شوف، ما خلق الله من داء الا وله دواء. احنا نقولوا في اتبع سببها، ربي قال نعم في سوره الكهف اتبع سببها. احنا فاتبع نتبع، احنا ندعو لها ولكن مع الدعاء ايضا يجتهدوا به. هي توجيهك لزوج ام اسيل من نفذ الحرام هذا اللي كرر، لا يبتعد عنه يجتنبه لانه يكون اثم، لان من عود نفسه على الطاعه تعود عليه، ومن عود نفسه على التلفظ بالمعصيه تعود عليها. دكتور بارك الله فيك، الله وقولها تروح العرس تعرس ان شاء الله. تعرس ان شاء الله وهي متجيبه الحلوى فقط. الله يحلي أيامها إن شاء الله وأيام الجميع. بارك الله فيك شيخنا سعيد، شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.